الأمين من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى كنيسة الله التي في تسالونيك. بركاته على جميعنا أمين. أصحاح الأول من أول آية 3: ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهدكم أيها الأخوة كما يحق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد، حتى إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها، بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا، إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب، معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين، لأن شهادتنا عندكم صدقت في ذلك اليوم. الأمر الذي لأجله نصلي أيضا كل حين من جهتكم أن يؤهلكم إلهنا للدعوة ويكمل كل مسرة الصلاح وعمل الإيمان بقوة، لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم وأنتم فيه، بنعمة إلهنا والرب يسوع المسيح، نعمة الله الآب تحل أرواحنا جميعا أمين. تفضلوا. ناس كتير بيتعجبوا ويسألوا هو فين ربنا؟ فين ربنا من الظلم والضيق والاضطهاد والقتل؟ ليه مش ظاهر؟ ليه مش بينتقم؟ ليه مش بيرد؟ ليه مش بيظهر؟ وساعات الغضب يتحرك جوه بعض الناس وشهوة الانتقام تتحرك جوه بعض الناس، والراقدين تحت المذبح في سفر الرؤيا صرخوا بصوت عظيم، وكانوا بيعبروا الحقيقة عن ناس كتير جدا في الأرض عندنا بيصرخوا، صرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم؟ تقضي يعني تحكم وتفصل وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض. ده في رؤيا 6 آية 10، وده لسان حال ناس كتير جدا، مش بس الراقدين تحت المذبح في الرؤيا. ربنا طيب خاطرهم وطبطب عليهم وقالوا ما تستعجلوش، انتظروا شوية، قفوا وانظروا خلاص الرب. ربنا بكرة يتقدس ويتعظم، طولوا بالكم. وما قال لهمش ناوي يعمل ايه، لهم اصبروا بس، عايز يقول لهم: ما ابعد احكامي عن الفحص وطرقي عن الاستقصاء. قال لهم انتظروا وشوفوا انا هعمل ايه. ودرس: متتعجلش، ما تتعجبش، ما تستنكرش طول أناة الله. تقول له: أنت ليه طويل الأناة في الأحوال دي؟ يعني ربنا يطلب مننا إن احنا نحتمل ونصبر ونغفر، ومع ذلك أو في نفس الوقت له شأن مع المخطئ وله شأن مع الجاني. وفي خطابين، خطاب منهم طول بالك، وخطاب تاني انت غلطان لازم عقبك. انتقام الله رهيب رهيب، يمهل ولا يهمل، وليه طرق كتيرة في الانتقام، لكن محدش حقه يضيع أبدا. ما كانش دلوقتي، بعد شوية، ما كانش هنا، فوق،
ولو ربنا عاقب حد هنا ده أحسن، يمكن لما يعاقبه هنا يرتدع ويتوب ويندم. لكن لو ما عوقبش هنا وتزخر أو تزخر ليه دينونة في الحياة الآتية، هناك مفيش توبة ولا الندم ينفع. الناس بتعجبوا من صبر ربنا على المجرمين والأشرار، استغربوا. وكتير من الآباء والأنبياء سألوا ربنا السؤال ده، قالوا له يعني احنا شايفين الأشرار عمالين ينجحوا وينمو ويظهروا ويكسبوا ويغتنوا وعايشين كويس قوي، وولادك بيتألموا. قالوا له احنا عارفين ان الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، لكن انت فين؟ لازم يعرفوا ان ربنا قطعا هينتقم الاشرار، ازاي يسيبهم يعيشوا فساد؟ ولما نتكلم عن رحمة ربنا، رحمة ربنا هنا للي يتوب، ورحمته هناك للي صنعوا رحمة هنا. ولكن ليس هناك رحمة هناك لمن لا يستعمل الرحمة. قديس يعقوب قال كده في إصحاح 2 آية 13، ليس هناك رحمة لمن لا يستعمل الرحمة هنا، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة. ونصلي في نص الليل نقول كده، لأنه ليس هناك رحمة لمن لم يستعمل الرحمة. الله يمهل ولا يهمل، واللي يستخف بطول أنات الله هيتعاقب. يقول كده القديس بولس الرسول في رومية 11 آية 22، فهو ذا لطف الله وصرامته، أما الصرامة فعلى الذين سقطوا، وأما اللطف فلك إن ثبت فيه، في اللطف يعني، وإلا فإنك ستقطع أيضا. احسبوا أنات الله خلاصا، احسبوا أنات الله خلاصا، تستهينوش بيها. هل في بعض الظالمين وبعض العتاة ماتوا بدون ما ربنا ينتقم منهم هنا؟ في بصراحة في ناس عاشوا ظلموا وقتلوا ونهبوا وسلبوا وتعدوا وماتوا في أسرتهم هدين جدا. ده أخطر من إنه كان يسجن هنا أو يعاقب هنا. لما واحد بيعاقب في حياته بالسجن بيتوب في السجن في الغالب. لو حكم على واحد بالإعدام بيتوب توبة قوية جدا قبل ما يموت. إنما لو فلت من العقوبة هنا وما تعاقبش يضيع. وانتقام فوق أشد من الانتقام هنا. الانتقام هنا إن حد يخسر فلوس ويتسجن يموته جسده بس، لكن هلاك أبدي صعبة جدا. صحيح تعلمنا إن بعض طرق الله في الانتقام هي أن يتوب المجرم، وحتى المجني عليهم لما يشوفوه تابوا بقى كويس نارهم بتبرد، لكن الحمد لله انه بقى كويس. وان كان من شروط التوبه رد المسلوب ولا الاعتذار للاخطئ اليه. ما يكفيش واحد يعمل جرائم ويعترف بينه وبين ابونا في السر وابونا يحله وخلاص، شرط من الشروط. وزكى العشار قال كده، قال ان كنت ظلمت حد ارد 4 أضعاف عشان تقبل توبته. يعني ايه رأيكم، ربنا كان يهلك شاول الترسوسي ولا يحوله الى بولس الرسول؟ والذي كان مضطهدا للكنيسة صار مضطهدا من اجل الكنيسة. وقال كده اكثر مرة، اضطهدت كنيسة الله كثيرا. وقال جريت رجال ونساء بايد للسجن. يتوب ويبقى أعظم كارز في التاريخ المسيحي. وأكيد كل اللي أساء إليهم بولس الرسول غفروا له.
ولا أريانوس ولي أنصنة، ده اللي كانوا يغلبوا معاه من المسيحيين اللي مصرين على تمسك بإيمانهم وعدم الإنكار، كان يبعتوا لأريانوس، وأريانوس كان يتفنن في تعذيب المسيحيين وكان يخترع طرق لتعذيبهم. وكان جنبنا هنا حتى اللي اسمها الشيخ عبادة دلوقتي، كان اسمها أنصنة أو أنطونيو بوليس. أريانوس ده نيجي كده نعرف السنكسار تعيد الكنيسة اليوم بتذكار استشهاد القديس أريانوس والي أنصنة، يعني ما ذكر عنه في تاريخ المسيح في القرن الرابع صعب جدا أن حد يسمعه أو يتخيله. في الآخر بقى شهيد، واستشهاد أريانوس تسبب في إيمان عدد لا يحصى من الوثنيين، زي ما قيل عن شاول يقولوا كانوا بيقولوا هو ذا الذي كان يضطهد كنيسة الله بيعمل كذا وكذا. دلوقتي الرومان نفسهم أشهر إمبراطورية اضطهدت المسيحية والمسيحيين صارت الإمبراطورية مسيحية في عهد الملك سيودوسيوس سنة 382، بقت الديانة الرسمية المسيحية، بقت الإمبراطورية كلها مسيحية، وحتى لما اتقسمت اتنين شرق وغرب برضو الأباطرة مسيحيين، الإمبراطورية نفسها. يعني المسيحيين وإيمانهم غلب إمبراطوريات مش أباطرة بس، زي دقلانس ولا ديسيوس ولا نيرون ولا غيرهم. وفي التاريخ المسيحي عوقب الراجل اللي كان بيضايق المعلم جرجس الجوهري بعام المحبة. معلم جرجس رايح جاي، الراجل ده يشتمه ويهينه رغم انه اخو رئيس الوزراء او ما يعادل رئيس الوزراء دلوقتي، وهو كان يصرخ لاخوه يقول له ازاي تبقى انت رئيس الوزراء، رئيس كتاتيب مصر او دواوين مصر، واخوك يتشتم. في الاخر قال له طب انا هتصرف، انا هنتقم لك منه. يوم ولا اتنين ومعدي جرجس قدام الراجل لقاه بيعامله كويس وبيحييه ومبتسم، والعلاقة اتغيرت. فسأل أخوه إبراهيم أنت عملت إيه؟ قال له قطعت لسان الشر. فربنا عنده طرق عقاب مختلفة عننا، مش لازم العقاب بالنسبة لربنا هو قتل الشخص، لا. واحد عنده ولدين، ولد منهم اتعرض للأذى من أخوه، فالأب طلب من الشخص اللي اتأذى، قال له سامحه علشان خاطري وسيب لي الموضوع ده، الانتقام ده سيبهولي أنا، حقك سيبهولي أنا، أنت تعمل ما يليق بيك إنك تغفر، وأنا هعمل ما يليق بيا إن أنا راجعه. لكن لا تنتقم لنفسك. ويسعى الأب في أنه يخلي المخطئ يعرف خطأه ويعتذر أخوه. الله لا ينتقم مثلما ينتقم الإنسان أو البشر. وقال لنا في الإطار ده من كان منكم بلا خطيئة أو من منكم بلا خطيئة فيرميها أولا بحجر، كلكم مخطئين سيبوني أنا أعاقب المجرمين. لكن أنت نفسك مخطئ، ده ساعات ربنا يحرك ناس عشان يعاقبوا ناس تانيين، ساعات ربنا يستخدم ناس عشر تأديب لناس تانيين، واللي أدبوا دول هو بيسيبهمش. يعني ربنا يستخدم واحد في تأديب واحد تاني، لكن اللي أخطأ ده لا يعفى. دي حاجة ودي حاجة. ده السيد المسيح نفسه تعرض للظلم والجلد والقتل، ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه، كشاه تساق إلى الذبح ونعك صامتة أمام جزية فلم يفتح فاه. ولما القديس يعقوب والقديس يوحنا طلبوا منه أن تنزل نار من السماء وتهلك أهل السامرة، قال لهم إيه اللي بتقولوه ده؟ لستما تعلمان من أي روح أنتما. إيه التفكير ده؟ ايه طريقة التفكير دي؟
يقول فلما رأى ذلك تلميذاه ورفض أهل السامرة ليه، قال يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء؟ عايزين يقولوا له إيه؟ ما تقولش أنت، بس اسمح لنا إحنا نقول، اسمح لنا إحنا ندي عليهم، يعني إحنا عارفين إنك مش هتعمل كده. أن نقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا أيضا؟ ربنا رفض وعاتبهم ولهم لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل يخلص. وما زال ربنا يتهم لحد الليلة من كثيرين، يتهم هو ولم ينتقم منهم. يعني الملحدين دول مش بيتجرأوا يتجاسروا على ربنا، ده يعني كانوا بينكروا وجوده أصلا، ومع ذلك ما ينتقمش لنفسه رغم أن ليه النقمة ومن حقه ينتقم. وسألت إخواتكم مرة سؤال، تصوروا لو حد منكم واخد مكان ربنا في أسبوع زي الأسبوع اللي فات، فحس من الحوادث اللي بنتعرض ليها سواء في المنيا أو في عين شمس أو مشيت التحرير أو مدينة نصر أو الطريق أبو صمويل أو القرى اللي عندنا أو أي مكان، واحد فيكم مكان ربنا كان عمل إيه؟ كان في ثورة غضبه، قتل وحرق ودمر وعاقب. أفتكر من أمثلة انتقام ربنا هيرودس الكبير. هيرودس الكبير ده قتل ناس كتير وظلم ناس كتير وسجن ناس كتير وتجبر. تعرفوا هيرودس الكبير ده الدود رعى في جسده وهو حي، لدرجة ان كانش حد يطيق ريحته من اللي حواليه وهو حي، شايف الدود بيرعى في جسده. ده هيرودس الكبير. برضه هيرودس أغريباس اللي هو هتفول وقالوا له ده مش صوت إنسان ده صوت إله، وقبل المجد ده وافتخر، ضرب بالدود ومات. ولا أدوني باظك في العهد القديم، أدوني باظك لما قبضوا عليه قطعوا أباهم إيديه ورجليه. وكان كده يكلم نفسه ويقول كما فعلت هكذا جازاني الرب 70 ملكا أو أميرا، يعني مقطوع أباهم أيديهم وأرجلهم يلتقطون خبزا تحت مائدتي، كما فعلت هكذا جازاني الرب. وفي التاريخ الكنسي برضو نقرأ عن نهايات صادمة لبعض المضطهدين، ده في كتاب بالكامل اسمه نهاية المضطهدين، كتاب بالكامل موجود عندنا بالإنجليزي وترجموه عربي قريب، بيحكي كل واحد من اللي اضطهدوا الكنيسة المشاهير حياته انتهت ازاي. وأذكر في سفر المكابيين نهاية أنطيوخوس أبيفانيوس اللي اضطهد اليهود، اضطهدهم عقائديا وأذلهم وقتلهم ومنع العمل بالناموس وقفل الهيكل وأوقف العبادة، مات موتة صعبة جدا جدا، اللي هو في سفر المكابيين الأول. أكتر شخصية تكرهها اليهود أكتر من هتلر أنطيوخوس أبيفانيوس الرابع، ده كان في سنة 170 ل160 قبل الميلاد، وانتقم من فرعون بأنه غرق بالمركبات بتاعته وجنوده، وهو اللي أذل شعب الله في مصر. وواحد الشخصيات في الجيل اللي فات بدون ذكر اسمه كان راجل متجبر حتى على الله نفسه، يعني يتطاول حتى على الله نفسه، متجاسر بيتريق ويسخر، كان معتمد على فلوسه وعلى أرضه وعلى عزوته وعلى مكانته وسطوته. وهو ده اللي قال لواحد واحد مسيحي غلبان بيشتغل معاه، قال له تقدر تطلب من ربنا طلب ويديلك؟ قال له اه. قال له طب قول له اديني بقرة.
فقال له يا رب اديني بقرة. طبعا ربنا ما بيديش بقر بالطريقة دي يعني. يعني مش هينزل بقرة في سبت مثلا من فوق يعني. بعد شوية قال له ادالك؟ فقال له لا. قال له طب قول يا فلان باشا اديني بقرة. قال له يا فلان باشا اديني بقرة. قال له ادخل خد من جوه. ده بيهزر، محدش يهزر مع ربنا، الحاجات دي مفيهاش هزار ولا سخرية ولا تريقة. راحت أيام وجت أيام وطلع قرار الإصلاح الزراعي، راحوا يستلموا منه الأرض، رفض وأهان المندوبين، ربطوه في دير الحصان ولفوا بيه البلد، وبعدين رموه في السجن وحكموا عليه بالإعدام. وفين وفين لما توسطوا له بقى أشغال شاقة يعني. فيش حد يهزر في الحاجات دي. يقول كده القديس بولس الرسول في الجزء اللي قريناه: إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا. يعني طبيعي إن الأبرار يتألموا بسبب تجبر الخطاة، خصوصا لو الخطاة تمادوا في الظلم والاضطهاد. ده يقول في المزامير: أطالوا اسمهم. يقول على ظهري جلدني الخطاة، أو على ظهري حرس الحراس، طبعا حسب البيروتية، على ظهري حرس الحراس طولوا أتلامهم. يعني في القبطية في السبعين اللي معانا: على ظهري جلدني الخطاة وأطالوا إثمهم. تمادوا. ويقول كده في سفر المكابين عن بعض اللي اضطهدوا بني إسرائيل، يقول: وأن الذين في داخله، داخل البرج أو الحصن، لثقتهم بمناعة المكان تمادوا في التجديف وأفحشوا في الكلام. مكابين الثاني عشرة آية 34. زي الأشوريين اللي قعدوا يتريقوا على بني إسرائيل لما كانوا بيحاصروهم سنحريب، تريقوا وجدفوا كتير واتريقوا كتير وسخروا من الملك وسخروا من ربنا، وفي الآخر يعني داسوا بعضهم بعضا ومات منهم 185,000. يعني من ضمن التفسيرات النيران الصديقة ان داسوا بعض، قتلوا بعض، البعض يقول في طاعون حصل بينهم الى اخره. يعني ده مرة ربنا قال: لذلك اضحك في بليتهم. يقول أشعيا النبي في أصحاح 34 آية 8: لأن للرب يوم انتقام، سنة جزاء من أجل دعوة صهيون. لأن للرب يوم انتقام، سنة جزاء من أجل دعوة صهيون. أنا مش عايزكم تنتقموا لأنفسكم، بلاش حد ينتقم لنفسه. القديس يعقوب بيقول كده: لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، ولا اعطوا مكانا للغضب، يا اما يهدى او يخرج صرفوه. بس اوعى تقول لنفسك: انا مش هنتقم لنفسي عشان ربنا ينتقم ليا. لا، قول: مش هنتقم لنفسي لاني اتعلمت الغفران. اذا ربنا شايف بتدبيره الفائق انه يعاقب المخطئ، ده شأن الله مش شأني انا، لان ربنا اوصانا بارك ولا تلعنه. سيب الموضوع لربنا، قول له: يا رب انا هعمل ما يليق بي، اللي اوصيتني بيه انا هغفر، وانت لك شان اخر مع الجاني او المعتدي، تتعامل معاه ازاي ده بحكمتك انت. ده اكتر من كده، تطلب الغفران والبركه ليهم من ربنا. زي الاسقف الروسي اللي كتب مقال جميل كده بعنوان:
بارك يا رب أعدائي، وقال إن أعدائي أحسنوا إلي أكثر مما أحسن أصدقائي، ربطوني بيك، جذبوني إليك، حلوا ارتباطي بالعالم، حسسوني العالم مفهوش ثوابت. مقالة جميلة كده، بارك يا رب أعدائي. وفي فرق بين إنك تقول للي أخطأ في حقك الله يسامحك، أو تقول له ربنا ينتقم منك. اوعى تقول كده لحد، شغله منك لله، ربنا ينتقم منك، ربنا يعرف شغله فيك. طب انت بتشتمه وبتدي عليه، انا مسامحك وربنا ده الموضوع بتاع ربنا. انا رب اسلمت اليك امري. لما بولس الرسول قال، معلمنا بولس الرسول قال لي النقمه انا وجازي كل الرب، عايز يقول ده هذا شأن الله، مش يعني ربنا انتظر انتقامه، لا، هذا شأن الله. والله من جهته لا يرضى ابدا بظلم اولاده ابدا. اوعوا تفكروا انه شايفه راضي، شايفه بيفكر في طريقه في توقيت معين. وساعات واحد ما ينتقمش لنفسه لكن يخلي اخرين ينتقموا ليه، يقول لك انا ما عملتش حاجه. مش ساعات يكروا على حد يقتلوه ولا انا ما قتلتش ولا جيت عنده؟ طب انت قتلت برضه. في واحد من الاباء قال، يمكن يكون القديس امبروسيوس، قال ممكن واحد يؤذي وممكن واحد ينتقم بسبب اذى لحق بيه، وممكن واحد يخلي اخرين ينتقموا ليه، وممكن واحد يسمح بمرور الانتقام، يعني يسمح بالانتقام، ممكن واحد يشمت لما يلحق اذى بشخص اذاه خصمه، وممكن واحد ما يعملش كل ده لكن ما يفرحش الخير جه لخصمه. وانما اما تغفر وتفرح لنجاحه انت مسيحي. لما تسامح، لما تغفر، لما تفرح لنجاح وانت مسيحي. واي فكر خارج هذا الاطار اعتبره حرب من الشيطان عليك. لما يجي لك فكر انتقام او حقد او تشفي، ده غريب علينا، قل ده الانسان العتيق، او قل ده فكر غريب عن المسيحيه، مش دي تعاليمنا المسيحيه. لما حب داود النبي ينتقم من نابال، غضب داود النبي لكرامته، وازاي نابال يسيء ليه، وازاي يقابل الخير بالشر، واقسم ان يمحو من كل مال نابال الى ضوء الصباح بائلا بحائط، لا يبقي من كل مال نابال الى ضوء الصباح بائلا بحائط، مش هيخلي مجرد اثر في حيطه. وكان غضبان جدا ومنفعل جدا، وخد 400 واحد معاه عشان يروح ينتقم من نابال ومن بيته. ده هيقتله ويقتل كل الناس في البيت وهيحطم البيت لولا تدخل أبي جايل بحكمتها وامتصت غضبه ورجعته عن سفك الدماء، وقالت له بلاش تسأل لنفسك، بلاش إيديك يبقى فيها دم. بعدين قال لها أشكرك لأنك منعتيني عن إتيان الدماء وانتقام يدي لنفسي. وقالت له بكرة هتبقى حاجة كبيرة، فكل ما تفتكر انك سفكت دم ضميرك هيوجعك وتوصف بانك سافك دماء. لا اشكرك، انت لحقتيني. برضو القديس بطرس لما اتحرك الغضب جواه، لما جم يقبضوا على السيد المسيح، زي يقبضوا عليه وضرب بالسيف عبد رئيس الكهنة ملخص وقطع ودنه، زي المسيح قال له مش كده مش كده مش كده، ما نعملش كده، ايه اللي انت عملته ده؟ وانت هتدافع عني بسيف، وحتى بتضرب غلط، وحد بيضرب بالسيف من فوق لتحت. وقالوا الذين ياخذون بالسيف يؤخذون. وشاف العبد، قد رد سيفك لغمده، وشاف العبد ما يقدرش يدافع عن نفسه، والقديس بطرس لا يدافع عنه. احيانا بخصوص الانتقام، يعني
لما حد يكون جسمه قوي تزيد عنده شهوه الانتقام، يكون جيت كده وقوي كده وعضلاته بتاع تتحرك فيه شهوه الانتقام. يمكن الضعيف والنحيف والغلبان يلجا للعقل، يلجا للتفاهم، يلجا للتشاور. لما ساعات واحد يعتمد على زراعه، وساعات كمان الذكاء البشري على فكره يفكر في الانتقام بالدهاء والحيله والوقيعه، وساعات يجي الانتقام بتدبير. وعلى فكره السلطه اخطر ما يكون في هذا الاطار، السلطه اللي معاه سلطه اكتر ناس معرضين انهم يغلبوا من شهوه الانتقام اللي في ايديهم سلطه. والسلطه زي الديناميت، خطره جدا. والشخص غير المدرب على استخدام سلاح السلطه والامكانيه دي ممكن يخاطر بالبلد بالكامل. يعني انا اعرف وانت تعرفوا ان في بعض الاشخاص غمروا وخاطروا البلد بالكامل، دخلوها في متاعب مش عارفه تخرج منها، شخص واحد مع سلطه. على رأي واحد قال لي هو عسكري الداخلية لما بيتعينوا يدوله سلاح معناه انه كل اللي قبله يطخه في قوانين، يعني مش زي يضبط نفسه، ولا لو دخل في اي خناقة حتى شخصية او عائلية يستخدم سلاح. زمان لما كانوا الجنود العاديين بيشيلوا رشاشات، ساعات لما كان يشعر بالخطر كان يستخدم الرشاش ويأذي حتى اللي معاه، هو حتى أصدقائه. يعني ممكن واحد ينتقم بالوشاية والتحريض، ممكن ينتقم بالتشهير بالكتابة أو بالكلام. في حاجة اسمها القتل الأدبي، في القتل الأدبي يعني يسيء لواحد ويتمادى في إساءته ليه بالشائعات. اللي ينتقم لنفسه ليس ابن للمسيح، ويبقى رد بالمثل. والمسيح علمنا الميل الثاني، وعلمنا الغفران، وعلمنا النوافل اللي هو ما زاد عن المطلوب أو ما زاد عن المألوف. سيب الموضوع ده لربنا. في ولد قريب شكى لابوه، قريب قال له اخويا بياخد حاجتي كل شويه وبيضربني كل شويه، فقال له سامحه. فقال له سامحه ازاي؟ مش مفروض يتعاقب؟ قال له ده موضوعي انا، عاقبه وسامحه ده موضوعي انا، سيب لي الموضوع ده. قال له يعني ايه؟ هو الولد في اعدادي. قال له يعني ايه؟ قال له تعمل ما يليق بيك، ما يليق بيك الغفران، التسامح، ما يليق بيا العدل، ان انا اعدل بينكم. طب هتعمل ايه؟ قال له مالكش دعوه، سيب لي الموضوع ده. وانا مش ممكن هجيب لك حقك من اخوك الا لو سامحته، مش ممكن هاخد موقف من اخوك الا لو انت غفرت له قبلها. لا، طول ما انت حانق عليه وهايج عليه وسير عليه انا سكت. لي النقمة انا اجازي، واما الذي ينتقم فانه يظهر له غضبا يوم الانتقام. بيقول كده يا شعب السلاف في أصحاح 28 آية 1، يقول من انتقم يدركه الانتقام من لدن الرب ويترقب الرب خطاياه. يعني هيقول له ما انت بتخطئ انت كمان اهو. وربنا ساعات يبقى عايز يقول لبعض الناس تحب عاملك بنفس المعاملة، ما عنديش مانع. يعني انت بتقول لربنا انتقم من فلان، يقول لك ما عنديش مانع انتقم منه، بس انت كمان ممكن ينتقم منك لو عملت حاجة. وزي ما بأطيل أناتي عليه بطيل أناتي على التاني. أم عينك شريرة لأني صالح؟ ومين فينا اللي قاعدين في الكنيسة النهاردة
ملوش أخطاء وخطايا تستوجب العدل وتستوجب العقاب، ولا واحد ولا واحد. ولولا طول أنات ربنا علينا كنا ضعنا كلنا. وزي ما بقول لكم افتكر تاني، خد دور ربنا يوم، وبعدين هتعمل ايه؟ ساعتين ثلاثة بلاش يوم، ده انت كل دقيقتين ثلاثة تدمر مدينة مثلا وتقتل لك عدة آلاف في الدقيقة الواحدة. مغيور وشايف، ده احنا كمان شايفين حاجات خفيفة عن بعض، ربنا شايف كل حاجة، كل شيء ما تشوفه قدامه. برضو ما تفكرش في الانتقام كحل أولي، بلاش أول حاجة تيجي في ذهنك إزاي تنتقم، في بدائل تانية، في مصالحة، في غفران، في تفاهم، في أخذ وعطاء، في حب، في ود، في دبلوماسية، في سياسة، في قانون. كان يقولولنا كده بيحصل مشكلة أربع طرق متدرجة: واحد الحب والود، اثنين الدبلوماسية اللي هو الحوار، يعني بالحب والود يعني عشان خاطري أو عشان خاطرك، خلصت خلاص فيش نقاش. دبلوماسية الحديث الناعم الهادي ده، السياسة حقي وحقك، القانون اللجوء للقضاء. وافتكروا هذا التعبير اللي قلته مرة بقوله تاني، افتكروه: المشاكل لا تحل بقطع الرؤوس، المشاكل لا تحل بقطع الرؤوس، وإلا هتطير رؤوس الناس كلهم، كل ما حد يرى تطير راسه. في بدائل كتير، ده لما يكون واحد مستوجب الإعدام بياخد سنين سنين قبل التنفيذ، ممكن يقعد 5 و10 و15 سنة، الموضوع مش هين، انه بعد ما يقتله مش هيعرف يعتزله لو طلع بريء، لحد ما يتأكد، حتى لو قعد 10 15 سنة. وفي ناس كده بقى لهم سنين طويلة. انا لسه قاري قريب ان في وثائق اكتشفت تبرأ واحد قتل، ده غير واحد كان في ألمانيا من 40 سنة اتقتل وعرفوا بعد 40 سنة انه بريء، لا دي حاجة قريب الأسبوع ده طلع بريء. يعتذروا له ازاي؟ لكن لو مسجون يفرجوا عنه ويعوضوه ويعتذروا له ويدوا له حقه أدبيا وماديا وغيره. برضو لا تتوقع أن يكون انتقام الله سريع أو بالقتل، توقعش كده. يعني لو واحد من اللي قتلوا الشهداء في أي مكان، في أي مجموعة شهداء، شاف إيمانهم وتابع ردود الأفعال وشاف صلواتهم وتسامحهم، جايز يتوب، إنسان كويس. وممكن ما تعرفش أنه تاب، تعرف منين؟ ممكن ما تعرفش. على جانب آخر من الحياة أو من مكاننا ده، هو رجع لربنا وتاب ويكرز. وأنا قريت شهادة كتير من الناس اللي كانوا حوالين شهداء ليبيا وهم عايشين، واتنشرت وقالوا لهم إيه وردوا قالوا إيه، كتب الرجل ده أكتر من واحد، مش رجل واحد بس. الله لا ينتقم سريعا، انما يدي فرصه للتوبه، يمكن الشخص يتراجع. كمان الانتقام يولد رغبه الانتقام عند الطرف الثاني ويؤدي الكوارث، منها القتل والتدمير. ويقال عن البعض ان انتقامهم اعمى، اعمى في انتقامه، زي لما واحد يقول لك انا لما بغضب مش بشوف قدامي، حاجه كده، بيفقد السيطره على نفسه. من ضمن أمثلة الانتقام السيء انتقام أولاد أبونا يعقوب لأختهم دينا. أختهم دينا حد ضايقها، شكيم ابن حمور، واحتفظوا بالبنت عندهم، وراحوا كلموا يعقوب وأولاده
احنا عاوزين ناخد بنتكم لابننا، ما بيحبوا بعض عايزين يتجوزوا. التاريخ بيعيد نفسه، هي نفس السيناريوهات. قالوا لهم وماله، احنا نستاهل، ده شرف لينا، دونا فرصة بس كده ايه نتشاور. قالوا لهم وماله، خدوا راحتكم خالص. قالوا له احنا في مشكلة صغيرة عندنا، وهي ان مش ممكن نتزوج من ناس غلف، لازم تختتل. قالوا ماله، فاختتني كلهم بتوع الشكيم دول اللي نابلس دلوقتي، وحدث وهم متوجعين انهم هجموا عليهم وقتلوهم واستخلصوا دينا. وكان الانتقام لا يتناسب مع الجرم نفسه. ده انا يعني قريت في ال وسمعته طبعا في حوادث الطار، ممكن واحد يتقتل يروح قدامه عدد كبير وساعات عشرات وعلى مدار سنين طويلة، ممكن عقود من الزمن. في واحد حد أطلق عليه رصاصتين، دخل المستشفى وتعالج، مرضيش يتهم حد، لما خرج اتهم واحد وعاوز ينتقم منه. قالوا له بس ايه الدليل؟ انا احساسي انه فلان ده هو اللي ضرب عليا رصاص، كان عاوز يقتلني. طب طلباتك ايه؟ قال طلباتي بسيطه جدا. قالوا له اتفضل. قال يقف واضرب عليه رصاصتين، اذا مات يبقى خد جزاؤه، اذا ما اصيبش يبقى بريء وانا ظلمته، اذا اصيب يبقى دي قصدي. 4 شهور يحاولوا انهم يتفاهموا معاه في الموضوع، قفلت. فين وفين لما في مكان تابع للمركز عندنا هنا، حد ما الموضوع اتحل بشكل او باخر، وسمعت ان في ناس بينتقموا من الـ من الـ من الخصم بعد ما يموت، ياكلوا من جسده او يشرب من دمه. وياما التاريخ يحكي لنا عن حوادث فردية في الانتقام أو جماعية، سواء داخل إطار الحروب أو خارجها. وياما حروب قامت بسبب شهوة الانتقام عند حاكم بلد من البلاد. مرة في أنطاكيا سوريا حصل إن الملك في القسطنطينية حب يعمل احتفال ليه ولابنه، كان ملك ابنه معاه وحب يعمل عيد يعني بمناسبة الذكرى السنوية أو يعني العيد السنوي لتملكه هو وابنه، ففرض ضرائب جديدة على المملكة كلها. أهل أنطاكيا غلابة ثاروا بسبب الضرائب وحطموا تمثال الملك والملك الصغير، فثار الملك وقرر أن ينتقم من أنطاكيا، وانتقامه كان هيبقى مريع وأعمى زي ما قلت من شوية. واتضايقوا الناس جدا وخافوا جدا، لولا الأسقف بتاع المكان راح قابل الإمبراطور وهداه وقال له ده ربنا هو المنتقم وربنا هيحاسبك لو عملت حاجة. وانتهز القديس يوحنا زابيل فم الموضوع ده، فإنه عمل 21 عظة تسمى عظات التماثيل، وانت هذا فرصة عشان يتوب الشعب ويقربوا من ربنا. عظات التماثيل 21 عظة. الانتقام ضعف، التسامح قوة، لا سيما عندما يكون في مقدورك انك تنتقم وتسترد حقك، زي داود النبي وشاول الملك. كان بإمكان داود النبي انه يقتل شاول، وقال له اليوم حبسك الرب في يدي، وهو جوه المغارة وشاول مش واخد باله، وداود عشان يأكد انه مش بيكذب قطع جزء من ثياب شاول، ولما نزل نادى عليه قال له اهو لا تتفكر انا بكذب عليك، كان بإمكاني النهاردة ان انا اقتلك، ولكن قلت مش ممكن امد يدي الا مسيح الرب.
انظر يا أبي، انظر أيضا طرف جبتك بيدي، فمن قطع طرف جبتك وعدم قتل إياك اعلم وانظر أنه ليس بيدي شر ولا جرم ولم أخطئ إليك، وأنت تصيد نفسي لتأخذها. ده في صمويل الأول أصحى 24. آخر حاجة عايزكم تفرقوا بين الانتقام والتأديب. التأديب بغرض الإصلاح وبيبقى مترفق وبدافع الحب، إنما الانتقام غالبا صقر للنفس، زي تأديب القديس بولس الرسول لخاطئ كرونسوس. أرى أن مثل هذا يسلم للشيطان لهلاك الجسد لتخلص الروح. فيش عداء بينه وبينه. وبعد شوية هو نفسه قال مكنوا ليه المحبة لألا يبتلع من فرط اليأس. لما أب يأدب ابنه بحب تلاقي التأديب راقي، لما يثور ويخرج عن شعوره يأذي الولد. وليه بعض الولاد بيتضايقوا من أبائهم وأمهاتهم؟ يفضلوا شايلين لهم في الوعي الباطن أو في الذاكرة إن أبوه كان بيضربه وكان بيهينه وكان بيذله، أن الأب ما كانش بيأدبه بحب، ده كان بينتقم نفسه. حكيت لكم قريب إن حاجة حصلت قريب، إن واحدة راجعة من شغلة لواحد مش عارف، وفي عيل بيعيط عيل، محدش عارف هو تعبان ووجعان وعطشان وفي ايه. اسكت ما سكتش، راح ماسكه بايديه الاثنين من راسه وفرحيت طاخ 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 طاخ، سكت الولد، استريح الراجل بقى يروح ينام. مات الولد واتجنن الراجل، ما عاش عنده بيعتشر عليه كلوس عقليه، وكل اللي طلع عليه انا السبب. يكلموه في اي حاجه، يسألوه في أي موضوع، كل عنده أنا السبب. لو ده كان تأديب، ولد عيان ولا جعان يأدبوه ولا يضربوه، يشوف محتاج إيه. الأب في البيت كده، القاضي في المحكمة كده، القاضي ما بينتقمش من المتهم، ده بيأدبه في إطار القانون. إذا تجاوز الأمر من مجرد الإصلاح إلى التشفي هيجيب نتيجة عكسية. القديس بولس الرسول يقول الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله، إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين. فأي ابن لا يؤدبه أبوه يؤدبه، مش ينتقم منه، يتشفى فيه، يغير منه. برضو حاولوا انكم تدافعوا عن حقوق الاخرين بدون شهوه الانتقام. ممكن تتنازل عن حقك، لكن حق ربنا وحق الاخرين دافع عنه، ولكن ليس بانتقام، وفق معايير. زي ما يقول كده، يقول ان الولاة مرسلين منه من الله للانتقام من فاعلي الشر ولمدح فاعلي الخير، مش بدافع شخصي، لا، دي مسؤوليه. الناس بيتعجبوا من تسامح الأقباط ومن غفران الأقباط ومن صلاتهم لأجل المضطهدين، وزي ما بيردوش الإساءة بالإساءة، وزي بيدعوا وبيشكروا ربنا بيرفعوا قضيتهم للحاكم العادل، ده مشاعرهم. إنما من جهة الله يقول كده إشعياء النبي في أصحاح 2 آية 12، إن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعالي وعلى كل مرتفع فيوضع. لا نطلب الانتقام، وإنما نقول ربنا تعاملك أنت، إحنا ما يليق بينا وما تسلم منك أن نسامح، أن نغفر، أن نصلي، أن نحتمل. ولإلهنا المجد دائما أبديا. آمين.